حالة الطقس اللي كتير مننا بينتظرها، والحال اليومين دول شايفين الجو شوية ساقع وشوية حر، لكن هيئة الأرصاد الجوية قالت كده أنه اليوم النهاردة بيشهد يعني شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى وأيضا على الوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما سيكون لطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد وأيضا جنوب سيناء. توقعت هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية، كذلك على الوجه البحري بنسبة 30% تقريبا، مؤكدة أن الظواهر الجوية تشير إلى وجود شبورة مائية في الصباح على الوجه البحري والقاهرة، ووجود نشاط للرياح في نفس التوقيت على جنوب سيناء وجنوب البلاد. بتنضم إلينا الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. وأول سؤال يمكن بالنسبة للدكتورة، صباح الخير أولا. صباح الخير استاذ محمود وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. دكتوره ايمان، اول سؤال بالنسبه لي، هل هذه الدرجات هي المعدل الطبيعي لدرجات الحراره في هذا الوقت من العام؟ لا، احنا اقل من المعدلات الطبيعيه لهذا الوقت من العام بحوالي من 3 لـ4 درجات فعلا، عشان كده احنا ما زلنا بنشعر بالبروده في ساعات الليل المتاخره وفي الصباح الباكر، لكن اثناء النهار مع سطوع اشعه الشمس وطبعا بيكون الطقس لطيف على معظم انحاء الجمهوريه، لكن طبعا ما زال في نشاط رياح الى حد ما، نشاط رياح بيزود الاحساس بالبروده وخاصه في ساعات الليل المتاخره والصباح الباكر. احنا فعلا اقل من المعدلات الطبيعيه، عشان كده بناكد على كل الساده المشاهدين مش عايزين حد يتسرع في تخفيف الملابس، نستمر في الملابس الى حد ما ثقيله، او يكون معانا جاكيت لو احنا خارجين بالليل او الصبح بدري يكون معانا جاكيت احتياطي، لان طبعا الفتره دي فتره تقلبات جويه وسهل قوي الاصابه بنزلات البرد، فتجنبا لذلك يكون معانا جاكيت او اي حاجه بس الى اثناء الليل والصباح الباكر. الشبوره المائيه بتكون خفيفه على الطرق في الصباح الباكر، الطرق الزراعيه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن الرؤيه ممتازه جدا على الطرق، مفيش اي مشاكل ان شاء الله. ايضا في فرص امطار خفيفه على بعض المناطق من السواحل الشماليه للبلاد زي اسكندريه ومطروح بورسعيد ودمياط، وايضا بعض المناطق من محافظات الوجه البحري، لكنها كلها امطار خفيفه ان شاء الله. دكتوره ايمان اسمحي لي، واحنا يمكن زي ما حضرتك قلتي كده الرؤيه واضحه جدا، كان معانا فعلا الكاميرا جايبه الشكل بره انه قد كده الرؤيه واضحه جدا، وبتقولي كمان انه درجات الحراره اقل من المعدل الطبيعي بـ3 أو 4 درجات، ويمكن الاسبوع اللي فات ومع بدايه فصل الربيع تخيلنا انه درجات الحراره ارتفعت وهتستمر على كده، فوجئنا بدرجات الحراره انخفضت مره ثانيه. قولي لنا الموجه البارده دي هتستمر معانا لغايه امتى؟ وكمان الاتربه، يعني الايام اللي فاتت عانينا من رياح مثيره للاتربه، قولي لنا هل الامر ده مستمر معانا شويه ولا انتهت هذه الرياح؟ هو طبعا زي ما حضرتك ذكرتي، يمكن الاسبوع الماضي مع بدايه فصل الربيع جغرافيا شهدنا موجه حاره وكانت محمله بالرمال والاتربه المثاره، وده لان طبعا فصل الربيع معروف ان هو فصل رياح الخمسين، ومعظم الموجات اللي فيه بتكون موجات حاره قادمه من الصحراء الغربيه والصحراء الليبيه، فبتحمل معاها الرياح رمال واتربه مثاره، ده اللي احنا شهدناه الاسبوع الماضي. مع نهايه الاسبوع انخفضت درجات الحراره بحوالي 10 درجات تقريبا، وده اللي احنا كنا محذرين منه من بدايه الاسبوع، ان محدش يتسرع ويخفف الملابس. هذا الاسبوع ان شاء الله مستمر معانا درجات الحراره بتتراوح النهارده ما بين 20 و21 درجه، هتبدا ترتفع قليلا في الايام القادمه وتوصل 23 درجه مئوية، يعني الى حد ما الجو هيكون مستقر على مدار الاسبوع في طبعا متوسطات درجات الحراره ما بين 21 و23 درجه العظمى بالنسبه للقاهره على سبيل المثال. الصورة ما زالت منخفضة بتتراوح من 12 ل 13 درجة، يعني هنستمر هذا الأسبوع في الشعور بالبرودة أثناء الليل والصباح الباكر، يمكن بداية من الأسبوع القادم تبدأ ترتفع درجات الحرارة تدريجيا ونبدأ نعود للمعدلات الطبيعية إن شاء الله. صحيح، اتضحت الرؤية دكتورة إيمان شاكر، شكرا جزيلا لكل هذه التوضيحات. والآن مع بيان بدرجات الحرارة.